البنك المركزي اليمني ها هي قافلة عطاء أخرى في طريقها إلى اليمن الذي طحنته الميليشيا الحوثية في رحى الأزمات والحروب. خطة إنسانية شاملة للعمليات الإغاثية تدشن بها السعودية الشقيقة مرحلة جديدة في مسار برامجها الإغاثية لليمن مع مطلع العام الجاري. هي خطة تستوعب في مجملها احتياجات الوضع الإنساني في اليمن وتفاقم معاناته المعيشية جراء ما تمارسه الميليشيا الحوثية من نهب واستنزاف مستمر لثروات البلاد وممارسة الحرب باعتبارها مشروعا استثماريا رابحا في أسواقها السوداء واقتصاد الدم. وكانت السعودية الشقيقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت لليمن حتى ديسمبر الماضي ما قيمته مليار دولار في حوالي 200 مشروع إنساني وإغاثي. كما تستضيف السعودية قرابة 600 ألف لاجئ يمني على أراضيها منذ اجتياح الميليشيا الحوثية لصنعاء وشنها الحرب على الرئيس الشرعي وعدد من محافظات البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة الإنسانية للبرامج الإغاثية في اليمن في التخفيف من معاناة اليمنيين مع ما ستسهم به الوديعة السعودية في دعم اقتصاد اليمن الذي تدهور إلى الصفر في ظل ميليشيا حوثية لا تجيد سوى عملين تقتل وتأكل.